طب المتحدث باسم حزب السلام الديمقراطي. طيب نروح لبرضو حزب الوفد ونشوف موقفهم ايه من المشهد الانتخابي. اروح معايا الاستاذ حسام الخولي وهو نائب رئيس حزب الوفد، وبشكرك على المشاركه، برحب بيك. مساء الخير استاذ حسام. بيك بعد ما يعني ما اظهرتم موقفكم بوضوح تماما دلوقتي، وكان في نيه ان انتوا تدفعوا بمرشح كان رئيس الحزب دكتور سيد البدوي، ثم اعلنتم ان انتوا يعني مش هتنزلوا اي مرشح، ايه تقييم حضرتك للمشهد الانتخابات المصريه لغايه دلوقتي؟ الحقيقه مشهد مش مرضي طبعا للجميع، لجميع المصريين. كنا نتمنى انه يبقى احسن من كده بكتير. نبهنا مش من دلوقتي، نبهنا من سنة واتنين على الفراغ السياسي اللي موجود، نبهنا انه احنا بنكلم العالم لازم نكلمه بلغة مش لغات احنا عشان يفهمها. بنتفهم ان في تقبص من بعض الدول لمصر، ولكنها بعض الدول، ما يعني ما بتجيش على اصابع اليد الواحدة، ولكن في دول اخرى استاذ معتز ما تفهمش طريقنا. يعني احنا عندنا وضع خاص، وضع بمكافحه الارهاب ببناء دوله، ده احنا عارفينه كمصريين. ما الخارج بيبقى عارف ثقافته واللي اتعلمه واللي اتعوده، وبالتالي بيبقى عارف حاجه اسمها احزاب. واحنا عندنا الاحزاب الحقيقه ما اقدرش اقول انها قويه، لا احزاب ضعيفه. عاوزه شغل، عاوزه تنظيم، بس في نفس الوقت في غياب. والحقيقه انا الكلام ده بقوله بقالي سنتين في القنوات كلها، ويا ريت حد بيسمع ويسمع دلوقتي عشان التجربه، ان احنا محتاجين مستشارين سياسيين للسيد الرئيس القادم، محتاجين مستشارين سياسيين لمجلس الوزراء. السياسه مش عيب، احنا معلمين الشعب ان السياسه عيب، او ان السياسه يا اما خاين يا اما مرتزق يا اما عميل يا اما منتفع. لا، السياسة هي اللي بتبرر لنا القرارات الاقتصادية وبتسوقها، السياسة هي اللي بتبرر قرارات مجلس النواب وبتسوقها، السياسة هي اللي بتبرر قرار حتى تيران والصنافير وبتسوقه. كلمة حاجة الكبيرة، عندنا غياب سياسة. نتفهم ان احنا كنا بنبني في الاربع سنين بلدنا، وكان في زي ما بيقولوا حاجات اهم كتير قوي، بس كان مفروض 80% تروح لكده و20% حتى سياسه، ثم نبتدي نكبرها شويه حتى عشان العالم الخارجي يفهمنا ونكلمه بلغته مش لغتنا. ايوه، في الاول والاخر هي تجربه ما حدش راضي عنها، ولكن طيب استاذ حسام الخولي، يعني طبعا كلام حضرتك واضح، محتاجين يعني مشهد سياسي يبقى فيه تفاعل، مشهد سياسي يبقى فيه تعددية للأحزاب، ويبقى فيه دور كمان للأحزاب، مش تبقى بس أحزاب شكلية. احنا طبعا فاهمين الكلام ده كويس قوي. قبل ما اكلم حضرتك على طول، كنت بتحاور مع المتحدث باسم احد الأحزاب وهو حزب السلام الديمقراطي، قال لي ان هم الظهير الشعبي بتاعهم ربما يصل الى مليون او مليون ونصف إن لم تخنه الذاكرة، ده يعني على أرض الواقع. تفتكر مليون أو مليون ونص ممكن يكونوا يعني دورهم إيه في إن هم يوصلوا مرشح لأن هو يتقلد هذا المنصب الرفيع؟ تفتكر يبقى منافس حقيقي؟ لا، ما يبقاش منافس حقيقي، بس يبقى منافس، يبقى ليه أرضية. لو حد عنده مليون ونص في الشارع أو 2 مليون، مش هيبقى منافس، ولكن هيبقى في حاجة اسمها في الشارع. ده لو في حزب عنده هذا الرقم، أنا بتكلم عموم. إنما الوفد في انتخابات مجلس النواب كنا بنتراوح بين 3 مليون، أنا بتكلم القوة التصويتية، لأن القوة التصويتية غير العضوية العاملة أو العضوية الفاعلة، وده في كل العالم كده. إنما في الأول والآخر أستاذ معتز في النقطة دي، يعني أنا هقول إيه؟ هقول درس إحنا كلنا بنتعلمه. أنا قلت لحضرتك أنا بتمنى انتخابات لحاجة تانية خالص، مش زي ما بيتقال برضو العالم الخارجي جزء، بس الأساس عندي بعد ثورتين مش عاوزين نرجع تاني يا أستاذ معتز نعود الشعب المصري على الاستفتاء.
ناخد بالنا ان احنا متعودين على كده، تراثنا كده. لو رجعنا تاني زي عمليات المقاطعه اللي سامحها، لا انا الحقيقه مش بقيتها بعد ثورتين، بعد ما عملنا 25 يناير و30/6، على الاقل اللي مش عاجبه ينزل يبطل صوته يقول مش عاوز الاثنين، بس ينزل. لان احنا حضرتك طبيعتنا كشعب مصري، انا بتكلم كلنا عندنا في السياسه والانتخابات كسل، ده وضع طبيعي. لو ما كانتش بقى ايه عزوه ومجلس نواب حتت معينه، لو احنا شجعنا الشعب المصري على انه ما ينزلش دي مشكله كبيره قوي، اللي مش عارف انزله بعد كده احنا ما صدقنا. انزل ومش عاجبك الاثنين صوتك بس انزل. يعني كلام مهم جدا الحقيقه من ضيفي على الهواء مباشره الاستاذ حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، اللي بشكره على هذه المشاركه. ويعني الراجل